من جامعة القاهرة اللي شفنا فيها ما حدث من حالة تحرش للطالبة ريم، نشوف بقى جامعة الأزهر. طلاب الإخوان النهاردة قطعوا طريق النصر أمام الجامعة وخطفوا فرد من الأمن الإداري للجامعة. معانا مين؟ معانا الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ صوان. ايه اللي حصل النهارده يا فندم في الجامعه؟ اللي حدث النهارده يعني مظاهره محدوده جدا عن اليومين السابقين، حوالي 100 طالب تقريبا. يعني طبعا تظاهروا في الحرم الجامعي انا بس مش سامعه معلش. تظاهروا في الحرم الجامعي مده ساعه الا ربع كده تقريبا. وطبعا ارادوا ان يخرجوا الى الشارع طبعا، ولكن الشرطه تعاملت معهم، فطبعا دخلوا مره اخرى الى الحرم الجامعي. انما انا بن في حكايه اختطاف، طبعا هم مش عمليه اختطاف، هم ارادوا طبعا اللي هم لما ارادوا ان يمنعهم من الخروج، فيعني ارادوا اللي هم يعني محاوله يعني انا خلينا نسميها محاوله. كانوا بيحاولوا يخطفوا فرد من الامن الاداري. مش هيخطفوا، هيخطفوا هو الامن يعني الاداري. طب ايه الواقع بالظبط؟ لا، هي عمليه مشاجره حدثت، وارادوا ان يكذبوا معاهم ولكنهم فشلوا، يعني ما فيش اختطاف. يعني حاولوا ايه؟ حاول اللي حاولوا هم لما حاول اللي هو يمنعهم من الخروج الى شارع النصر. اللي هم اشتبكوا معه وجروه يعني جر كده. انما جمهور طبعا تكالبت عليه افراد الامن الاداري الاخرى وخلصوا منهم، يعني ما فيش عمليه اختطاف ولا حاجه يعني. وطبعا احنا قلنا قبل كده الطالب عندما يخرج من الجامعه الى خارج الشارع فهو ليس بطالب، انما هو عندما طبعا لانه يكون فردا عاديا فعلى الامن ان يتعامل معه، لانه عندما يخرج من الجامعه فهو لا يكون طالبا ولكن يكون فردا عادي، وللامن طبعا ان يتعامل معه على هذا الاساس. هل الجامعة بالفعل يعني ملتزمة بفكرة فصل أي طالب يتعدى حدوده داخل الحرم الجامعي؟ احنا فصلنا من يوم السبت دلوقتي حوالي 28 طالب وطالب، فصل نهائي بمقتضى قرار طبعا رئيس الجمهورية، اللي هو أعطى السلطة لرئيس الجامعة. عندما يخرج الطالب أو الطالبة عن القواعد والضوابط المتعارف عليها في الجامعة فعليه ان يقوم بفصله. ولكن طبعا عشان يكون الفصل صحيح احنا طبعا بنقوم بتحويل الموضوع او الاسماء دي الى الشؤون القانونيه لكي تقوم بابلاغ هؤلاء الطلاب، وبعد كده حضر او لم يحضر او قرار الفصل بيصدر في حقه على الفور. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. هنتابع اخبارنا لكن بعد فاصل قصير.